سمعتوا عن الممرضة شمس؟ شمس دي حدوتة، حدوتة ولازم تتحكي. شمس ممرضة تتحدث العربية بطلاقة. الزمالك جاب التاني، حلويات، محمد عبد الشافي أحرز الهدف الثاني. كل سنة وانتم طيبين، الدوري بتاعنا والله، قولوا إن شاء الله. هرجعكم على صديقتي العزيزة الممرضة شمس. ممرضة شمس ممرضة متميزة جدا، تتحدث العربية بطلاقة، يعني هي مش مصرية يا عم يوسف، لا هي مصرية. بس هي ممرضة آلية. طبعا أنا على أيامي كانت آخر حاجة آلي ممكن نعرفها عم أمين الآلي، العمدة الآلي، حاجات زي كده يعني، كان الله يرحمه الأستاذ فؤاد المهندس. المسلسلات اللي كنا بنتفرج عليها، وما كناش نتصور أبدا في جيلي إنه هيجي وقت يبقى فيه ممرضة آلي، ده بجد. طيب ده بقى هنا ذهن جامعة عين شمس. دكتور نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات تحدثنا في ذلك بعد الترحيب. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك وأهلا بالقناة وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. احكي لنا أكتر على شمس، أنا وقعت في حب شمس خلاص. احنا الحقيقة شمس يعني فكرة الأول كانت بدائية كمشروع تخرج، زي ما أولادنا عادة بيجيلنا أفكار مع مشرفين في مشروع تخرج. حقيقة أول ما الفكرة دي طلعت بشكلها البدائي يمكن من سنة ونص، رئاسة الجامعة طبعا متبسطة، الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة قال الفكرة دي لازم نتبناها ونشتغل عليها ببرامتر أقوى وبعناصر فعلية فعلا، وبحكم إن القطاع الطبي كان في الوقت ده محتاج الدعم الإلكتروني من خلال الروبوت في الحقيقة. بس كنا حابين إنها تقوم زي ما بنقول كده بالتاتش المصري والعربي صرف. إحنا عارفين إن الروبوت موجود وبيتباع في كل دول العالم، لكن بينقصنا الروبوت بتاعنا اللي بيتكلم العربية زي ما حضرتك قلت في المقدمة ويقدر يتحدث مع الناس. بعد شوية بدأنا نقول لا، احنا مش عايزين بقى العربية، احنا عايزين بقى شوية العامية علشان المريض نفسه بيتكلم عامية، فبدأنا نتحول معاه شوية بالعامية. بلس بقى طبعا حاجات يعني ممكن تكون فنية شوية لكن برضو مش كلنا ممكن نقدر نتعرف عليها، انها تعرف خريطة المكان، يعني ما تصطدمش، ما تروحش مكان مش صح، تروح المكان اللي انا قايله لها عليه، انا بقدر اتراك المكان بتاعها وهي بتتراك المكان بتاع المستشفى وعارفه دورها فين وحدودها فين وما تطلعش بره الرينج ده. فحته انها تتحرك بيزي على الخريطه بتاعتها ده برضو شيء كان مهم ان احنا نعمله، وده شيء له علاقه بالسكيورتي طبعا والايشوز دي. حاجات كتير بقى، انها تقدر تجيب حاجه وترجع ونوديها مره واثنين وثلاثه، الحاجات دي كلها عملنا عليها تريننج. اول ما نجحت بقى الحقيقه طبعا يعني بدانا ان شاء الله نقول خلاص احنا جاهزين يعني. طيب عندي شويه اسئله، معلش يا دكتور هطول عليكي. اول حاجه، شمس ليها سكه بتمشي عليها يعني، ولا هي عندها تراكنج سيستم وعندها الخريطه بتاعه المكان متخزنه جواها، فهي بتقدر تتحرك وتروح وتيجي وفي نفس الوقت تبقى ليميتد جوه المكان اللي احنا بنبرمجها عليه؟ بالظبط، هي ممكن نديها خرائط كتير جدا، بس في الحاله دي هتتحرك في اماكن كتير جدا. احنا الحقيقه بنديها خريطه المكان لان احنا حابين انها تتحرك وزن الرينج اللي احنا عايزينه. عظيم. فلو بنقول الدور الثاني مثلا او الدور الطوارئ يبقى هو دور الطوارئ، لو عايزين اكتر من كده يبقى اكتر من كده. فهو الحقيقه اكوردنج للتكنولوجي في عالم الديجيتال ماب ممكن تبقى عندها خرائط كتير وتتحرك بطلاقه في اماكن كتير ونتركها برضه، لكن بما ان الرينج بتاعها احنا حابين يكون في مكان معين فبنديها خريطه المكان وتتعرف عليه بدقه جدا اكثر من اي حد تاني، او يمكن مش عايز اقول اكثر من البشر، لكن بتتكت الخريطه بتاعت المكان بسهوله وبطلاقه، بتمشي عليها بالظبط ما بتغيرش اي حاجه في الخريطه بتاعت المكان. حلو خالص. طيب هل شمس مزوده بما يطلق عليه الارتفيشال انتليجنس، ولا لسه ما زودناهاش بده؟ يعني اقدر اتفاهم معاها؟ هي فيها لازم يبقى فيها ارتفيشال يعني، هي لازم يبقى فيها ارتفيشال انتليجنس، لان هي ممكن حد يديها اوامر ما يكونش هو الدكتور او ما يكونش هو الـ مثلا المدير الممرضين. مظبوط. او ما يكونش هو الاوثورايز بيرسون او الشخص المسؤول اللي يديها الاوامر. ففي الحاله دي يحصل يعني فقدان للتعليمات اللي هي المفروض تعملها. فهي الحقيقه لازم يبقى عندها ارتفيشال انتليجنس تتعرف على الاشخاص، دي كانت اول حاجه، لان هي لازم يبقى لها اشخاص معينه بتاخد منهم الاوامر. يعني هي دلوقتي مزوده بتقنيات ذكاء اصطناعي خلاص اتعملها سوا. يعني هي دلوقتي زودت بتقنيات الارتفيشال انتليجنس او الذكاء الاصطناعي، صح؟ الفيس ريكوجنيشن مبدئيا. حلو قوي. بتتعرف على الشخص من شكله. كويس.
ايه تاني؟ وبالتالي احنا بنقدر نقول ان هي لما بتتعرف على حد بترحب بيه وبتقول له اهلا بيك، وبتعرف اذا كان الحد ده دكتور ولا مريض، وبيزد على الديتكشن ده بتبدا تتجاوب معاه وتتعامل مع التعليمات بتاعه. لو هي الحد ده ما تعرفوش مش هتستجيب للاوامر بتاعته، مش هتتحرك من مكانها. طيب هل ده نوع من انواع الارتفيشال، لكن ده مش كل حاجه طبعا، في حاجه ثانيه في الارتفيشال انتليجنس. طيب. انها مثلا تقدر تديتكت الكلام اللي اتقال وتحوله لكلام على الشاشه وتعمل الامر نفسه. فاحنا لو ما بنشوف مثلا في احدى الفيديوهات اللي احنا بننزلها بنقول لها روحي هاتي كذا من صيدليه كذا، متعمدين نتكلم ده بالعاميه. ايوه. فالحاجات دي المفروض هي تتحول لامر وتروح فعلا، مش تسمعه بس او تكتبه بس، لا تروح فعلا تعمل اللي انا قلت لها عليه ده. طبعا الحته دي في القطاع الطبي انا يعني شايفه كمان ان ممكن ده يتحول لاي قطاع ثاني. يعني ممكن اي قطاع، طبعا اهتمامنا بالقطاع الطبي واهتمام الدوله ووزاره التعليم العالي والبحث العلمي بالقطاع الطبي وكل ده، يعني ده بيخلينا نفوكس اكتر على التفاصيل. طيب انا اسئلتي هتبدو انها فيها حاجات هزار بس انا فعلا بتكلم جد. افترضنا ان انا في المستشفى انا مريض مش دكتور، وانا مش من ضمن الداتا بيز اللي مدرجه عندها بان انا من ضمن الدكاتره او المسؤولين، لكن انا راجل مريض ونايم على السرير، وهطلب منها مثلا اقول لها النبي يا شمس يا بنتي اعدلي لي السرير ده علشان انا مش مستريح في النومه. هل هي هتمتثل لهذا الامر؟ ولا كاني قلت حاجه. لازم يكون الشخص ده من ضمن الاشخاص، يعني احنا معرفين لها بعض الغرف، يعني هي مثلا مش مسموح انها تدخل غرفه ثلاثه، فاحنا كنا دايما بنعمل التريننج بتاعنا في المستشفى على غرفه ثلاثه. أيوه. لانها ممنوع تدخل غرفه اربعه وخمسه، فهي أوكي. لازم تبقى عارفه غرفه ثلاثه وبتعرفها دونا عن اي غرفه ثانيه، ولازم ما تروحش اي غرفه ثانيه. فده اللي كنا بندربها عليه، روحي للمريض بتاع غرفه ثلاثه، فهو ده المهم جدا، فلو اي حد اداها تعليمات ثانيه ممكن ياخدها ويطلع بيها بره المستشفى مثلا يعني، فمش هينفع. أوكي. فهي الحقيقه لا، هي غرفه ثلاثه فبيبقى ليها تعليمات معينه، فبتبقى مستعجله جدا في الحته دي. ايه التطوير اللي حضراتكم بتنووه على شمس؟ يعني تنووا انكم تحطوه بعد كده بقى على شمس؟ هي الحقيقه احنا بدانا بكذا كيس. اول كيس طبعا انها تتعرف على الاشخاص وانواعهم وتتكلم معاهم وتتكلم العربيه وتتكلم العاميه، انها تدخل غرف المرضى المصرح ليهم انها تتعامل، لان ممكن يبقى في الدكتور في كذا نيرس روبوت وكل واحده مخصص فيها مجموعه من الغرف. انها تتعرف على الغرفه اللي هي المقصوده وتدخل الغرفه دي وتتكلم مع المريض، انها تفتح فيديو كول والمريض يشوف الدكتور والدكتور يشوف المريض عن طريق الشاشه. وده عملناه فعلا في الفيديو، وبدا المريض يشوف الحاله ويقول انت مالك، طب انت تعبان من ايه، وهكذا. وتقفل هي الكول اول ما تخلص. خليناها تستخدم في عملية تعقيم المكان، لأن احنا عملية التعقيم طبعا في أماكن بتبقى فيها انفكشن عالية، فممكن يبقى خطر على مثلا البشر ان هو يدخلها، فاستخدمناها لأن احنا زودناها بمواتير وغيره انها تقدر تعقم المكان. لكن احنا شايفين بقى ان احنا ممكن الجزء بتاع حركة الإيدين والصوابع انها تقدر تدي بقى حقنة وتقدر تجيت انفولفد في العملية الطبية البروفيشنال، ممكن ده يبقى المستقبل الحقيقي. بس الحقيقه ده كان لا يمكن يتبني غير لما اتاكد ان حركتها كويسه، السكيورتي بتاعها امن، قادره تعمل ارتفيشال انتليجنس، بتعرف تعمل حوار مع الناس، ولو جالها تعليمات غير مقصوده وغير مفهومه وغير مبرره ما تقومش بيها. فكان كويس. لازم نضمن الاول الحته دي، وبعد كده ندخل بعمق في الحاجات الاخطر اللي هي زي ان انا اخليها تقيس حراره، انها تدي سقنه اند سقن، وده طبعا بيتطلب جزء ميكانيكال يمكن مش صعب قوي، لان طبعا الحته دي اتطورت في عمليه انها تبقى فعلا يعني شبيه للانسان بنسبه كبيره. طيب شمس خدت صوت مين بقى؟ احنا الحقيقه خدنا صوت يعني مايلد خالص، ناريتور عادي، ما خدناش صوت حد، بس يعني نقينا من مجموعه اصوات كانت موجوده صوت يعني مفهوم واخترناه، لكن ما كانش فيه صوت لشخصيه معروفه يعني. لكن نامل طبعا لو في شخصيه ناخد برميشن لشخصيه معروفه نحطها طبعا يعني. هي لو كان اسمها مثلا، احنا استخدمنا ناريتور عادي يعني، لو كان اسمها فاروق مثلا كنت اقول لكم خدوا صوتي لو عاوزين والله جدعانه، بس هي اسمها شمس، فصعب شمس تنطق بالصوت ده يعني، هتخض المرضى تجيب هارت اتاك على طول. ازيك يا شمس بالزبط. اهلا يا حبيبي. لا وعلى فكره هي بترحب باللي موجودين، يعني هي لما بتشوف حد بترحب بيه وتتعرف عليه وبتقول له دكتور عصام، دكتور محمود، دكتور كذا، بلس طبعا انها بتعرف نفسها وبتقول انها يعني اول روبوت مصري بيتكلم عربي، صناعه مصريه. هي الحقيقه احنا تعمدنا حتى ما نجملش في الصناعه، وتعمدنا يعني نسيب طبعا المصانع والكلام ده، تقدر تطلع يعني اشكال كثيره وحاجات كثيره طبعا، لكن الحقيقه هي الجمال في ان هي الميكانيكال بتاعها، الكهرباء اللي فيها،
الكمبيوتر الصغير اللي جواها او الراستري، كل الحاجات دي كلها تقنياتها متقدمه طبعا. أنا لكن الحقيقه كان في دعم كبير طبعا، حاجات كلها اكويبمنت، فكان في دعم كبير جدا من الجامعه، سواء كان طبعا في الاجهزه والاكويبمنت وشراها، وبلس طبعا التفرغ والتحفيز للباحثين صحيح، لان هم منهم اعضاء التدريس كتير ومنهم طبعا خريجين. والله يا فندم تحياتنا ليكوا كلكوا الحقيقه في الكليه، وتحياتنا بالتاكيد لجامعه شمس، على جامعه عين شمس بقى، مش جامعه عين شمس على هذا الدعم اللي بتقدمه لكم. كل الشكر ليك يا دكتور نجوى. شكرا جدا دكتور نجوى بدر، عميد كليه الحاسبات والمعلومات بجامعه عين شمس.